بسم الله. تمارين حول درس القوى لمستوى السنة الثانية إعدادي الموسم الدراسي 2015-2016. تمرين رقم 7. يلا أنقل هذه المعلومات في دفترك ثم أنجز التمرين. كالعادة أوقف تشغيل الفيديو حتى تنتهي من إنجاز التمرين. يلا سأنتظرك. صافي انتهيت، يمكننا نبدأ عملية صحيح. يلا على بركة الله. يلا نبدأ عملية صحيح. 81 نقدر نكتبها على شكل قوة أساسها 3، ترى ما هي؟ نعم هي 3 أس 4. 3 في 3 9، و9 في 9 تساوي 81. في 3 أس ناقص 20، 1 على 3 الكل أس ناقص 14. نقدر نكتب هذه القوة على شكل قوة أخرى أساسها 3، ترى ما هي؟ نعم هي 3 أس 14. نقلب الأساس ونتخلص من الأس السالب. الآن حصلنا على قوى لها نفس الأساس، جداؤها هو قوة، أساسها هو نفس الأساس، وأسها هو مجموع الأسس اللي عندنا هكذا. أربعة زائد 14 تساوي كم؟ نعم تساوي 18، و18 زائد ناقص 20 تساوي ماذا؟ فعلا تساوي ناقص 2. نمر. لاحظ هذه القوتين يمكن أن نجعلهما على شكل قوتين لهما نفس الأساس. إذا يمكننا نغير الكتابة ديال هذه القوة وجعلها على شكل قوة أسها موجب، ترى ما هي؟ نعم هي هذه القوة 8 على 7 الكل أس 34. تذكر أنه كلما أردنا التخلص من الأس السالب ما علينا إلا أن نقلب الأساس. 16 على 14 يمكن أن نختزلها بكم؟ ب2 تعطينا 8 على 7 تبقي يساوي 8 على 7 الكل أس ماذا؟ نقدروا نكتبوا هذه القوتين على شكل قوة واحدة، أي 8 على 7 الكل أس 34 زائد 41. في 8 على 7 نقدروا نكتبوا على شكل قوة، ما هي؟ نعم هي 8 على 7 الكل أس 1. إذا تساوي 8 على 7 الكل أس 34 زائد 48. 8 زائد 4 12، 4 زائد 3 7 1 8، أي 8 على 7 الكل أس 82. في 8 على 7 الكل أس 1. حصلنا هنا على جداء قوتين لهما نفس الأساس، جداؤهما هو قوة أساسها هو نفس الأساس، وأسها هو مجموع الأسين، أي 8 على 7 الكل أس 83. تبقى نمر. 37 في 2 أس 24 في 64. كاين هناك إمكانية الاختزال بماذا؟ نعم ب 37 شتيها، فتبقى لنا فقط 2 أس 24 في 64. 64 نقدر نكتبه على شكل قوة أساسها 2. 2 في 2 حسب معي، 2 في 2 كم؟ 4 في 2 نعم 8 في 2 16 في 2 32 في 2 تساوي 64. إذن 64 هي 2 أس ماذا؟ نعم 2 أس 6. حصلنا الآن على جداء قوتين لهما نفس الأساس، جداؤهما هو قوة أساسها هو 2 وأسها هو مجموع الأسين، أي 2 أس ماذا؟ فعلا 2 أس 30. نواصل. يلا كم تساوي القوة ناقص 51 على 3 الكل أس 0؟ نعم تساوي 1، ها هي كتابة 1 في 9 على 5 الكل أس ناقص 11. في القوة الثالثة أساسها يمكن أن نختزله، بكم يمكن الاختزال؟
نعم بأربعة تعطينا ماذا؟ تعطينا خمسة على تسعة، الكل أس ناقص 15. أوكي، التي نصيبها تسعة، نقدم مزيان باش تشوفها، هاي تسعة يساوي واحد عنصر محايد بالنسبة لعملية الضرب، أي لا يعمل شيئا بالنسبة لعملية الضرب، يساوي تسعة على خمسة الكل أس ناقص 11. في يمكننا نقلب الأساس ونتخلص من الأس السالب، فتعطينا تسعة على خمسة الكل أس 15. والهدف من هذه العملية هو حصولنا على قوتي لهما ماذا؟ نفس الأساس. يمكننا نطبق الخاصية حولهما، جداؤهما هو قوة، أساسها هو نفس الأساس ها هو، وأسها هو مجموع الأسين هكذا، أي تسعة على خمسة الكل أس ماذا؟ يعني الكل أس 4. انتهى هذا التمرين من إعداد أستاذ عبدو، إعدادية صفاء مراكش، إلى اللقاء.